الرحمن الرحيم، الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات، الزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في حماية الحيازة عن دعوة الاسترداد، واليوم إن شاء الله سنكمل باقي حلقات حماية الحيازة وهي عن دعوة منع التعرض. وكما بدأنا في الحلقة السابقة عن دعوة استرداد الحيازة بالحديث عن مفهوم استرداد الحيازة، سنبدأ اليوم بالحديث عن مفهوم منع التعرض. هو منع التعرض الذي يقع من الغير على الحيازة، أي على حيازة الحائز الأصلي، وهي أي دعوة منع التعرض هي دعوة الحيازة الرئيسية، لأنها تحمي الحيازة الأصلية وفقا لنص المادة 961 من القانون المدني، أي دعوة منع التعرض هي أهم دعوة الحيازة، وهي دعوة الحيازة العادية ترفع في كل صور التعرض للحيازة، وهي أيضا أي دعوة منع التعرض كما ذكرنا بتكرار في حلقة حماية الحيازة، أي في الحلقة الماضية، تدور وجودا وعدما في فلك السنة. كل دعوة الحيازة كما ذكرنا في بداية حماية الحيازة أو حلقة الحيازة تدور في فلك السنة، سنة لكسب الحيازة، سنة لفقد الحيازة، سنة لاسترداد الحيازة. كذلك في منع التعرض لابد أن ترفع الدعوة في خلال السنة التالية لحدوث التعرض، وإلا سقط الحق فيها، زي دعوة الاسترداد بالظبط. حصل التعرض في خلال السنة التالية للتعرض، في خلالها، ما تنقضيش السنة، ما سيبش السنة تمر، في خلالها يعني من اليوم التالي ابتدي اجراءاتي لمنع التعرض، في خلال السنة من حقي ان انا ارفع دعوة منع التعرض. وبنبه كويس قوي وباكد على اللي انا بقوله، ان لا يجوز رفع دعوة منع التعرض من صاحب حق انتفاع او حق ارتفاق او مرتهن او مستاجر. ليه؟ لان دول جميعا بنسميهم في القانون حائزون عرضيون، حائز عرضي مش حائز اصيل، ويجوز لهم اذا كانت الحيازة اللي بيحوزها لنفسه مش بالصفة العرضية، يجوز لهم نرفع الدعوة. ليه؟ اذا كان بيحوز الحيازة لنفسه مش بالصفة العرضية فهو حائز اصيل، من حقه ان يطلب حماية الحيازة ويرفع دعوة منع التعرض. اذن هي دعوة كدعوة حماية الحيازة الاخرى، بل هي الدعوة الاصيلة في حماية الحيازة، يجب ان تتوافر فيها مدة السنة الكاملة في الحيازة. يعني لازم الحائز يكون حائز لمدة سنة كاملة بصفات الحيازة اللي احنا دايما نأكد عليها، الهدوء والاستمرار والاستقرار، يحوزها مدة سنة كاملة. وإذا تم التعرض لحيازته من حقه في خلال السنة التالية انه يرفع دعوة منع التعرض للحيازة. ودعوة منع التعرض زي دعوة الاسترداد لها شروط، وشروط مهمة جدا لابد أن تتوافر. الشرط الأولاني فيها أن لابد أن تتوافر الحيازة القانونية للمدعي بعنصريها المادي والمعنوي. يعني بمعنى أنه يبقى بعنصريها المادي مسيطر على العين اللي بيحوزها اللي بيطلب حمايتها، والمعنى والناحية والشق المعنوي أن يكون عنده النية، نية التملك. يعني الحائز يحوز حيازة أصيلة بعناصر الهدوء والاستقرار والاستمرار مشفوعة بنية التملك. ليه؟ لأن الحيازة العرضية أو العرضة كما ذكرنا ماشي لا تكفي لمنع التعرض الواقع على حق الملكية. طيب الشرط الثاني من دعوة منع التعرض، في شروط دعوة منع التعرض، الحيازة فيها أو حيازة المدعي فيها طالب منع التعرض لابد أن تكون واقعة على عقار أو على حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم بمضي المدة، كما ذكرنا سابقا.
هي لا تقبل على أملاك الدولة، لا تقبل دعوة منع التعرض على أملاك الدولة، سواء كانت الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة. ليه؟ لأن احنا ذكرنا قبل كده إن أملاك الدولة سواء كانت أملاك عامة أو أملاك خاصة لا تكسب عليها حيازة. لكن في حاجة مهمة، ممكن الحائز يطالب بمنع التعرض على حيازته في ملك الدولة. ازاي؟ نفرض ان هو متعاقد على استغلال العين دي من الدولة، فاصبح بيحمي حيازته الاصيلة، اصبح حائز اصيل على العين اللي هو مستأجرها من الدولة، حائز اصيل على العين، ومن حقه ان يحمي حيازته على العين بشروطها اللي القانون قال عليها في خلال السنة التالية للتعرض. طب نشوف الشرط الثالث بيقول ايه في منع التعرض، اللي انا بقول عليه في كل في كل دعوى الحيازة او في كل مراحل حماية الحيازة. السنة، دائرة السنة تدور في فلك السنة، ان لابد ان الحائز اللي بيطلب حماية حيازته يكون حازي العين. ده الشرط الثالث، يعني انا بكرر لان ده شرط من شروط الدعوة، لابد ان يحوز العين سنة كاملة قبل حدوث التعرض، ولابد ان يرفع الدعوة في خلال سنة كاملة من حدوث التعرض. ليه؟ لان هو لو استمر وترك المتعرض في حيازة العين دون رفع الدعوة لمدة سنة كاملة ومرت السنة، اصبح هناك اكتساب للحيازة للمتعرض، اكتسب شروط وعناصر الحيازة لصالح. وعشان كده القانون قال اديني مدة السنة ان يحصل فيها اللي سواء للاسترداد او منع التعرض او وقف الاعمال. حماية الحيازة تحصل في السنة التالية عشان ما اديش مدة كسب الحيازة للمتعرض او للمتعدي، ما ادوش مدة كسب الحيازة بالهدوء والاستقرار والاستمرار. زي ما بنقول، طالما انا الحائز الاصيل وبحمي حيازتي عليا وانا برفع دعواي عبء اثبات الصفة دي، لازم اثبت وانا برفع الدعوة اني حائز اصيل لمدة سنة كاملة بهدوء وبلا انقطاع ومستمرة، حيازة هادئة مستقرة مستمرة سنة كاملة، وان انا ارفعها في خلال المدة التالية السنة التالية. كمان في جزئية مهمة جدا، يجوز للحائز الأصلي الخلف أن يضم لحيازته مدة حيازة السلف عشان يكمل مدة الحيازة بتاعته، ده قانونا يجوز لو في حساب السنة الكاملة أن يضم مدة حيازة سلفه، سواء كان المدعي خلفا عاما لهذا السلف أو خلفا خاصا بشروط وجود علاقة قانونية بين الحيازتين لضم مدتيهما. زي ما شرحنا في الحلقات السابقة في بداية حماية الحيازة، شرحنا الخلف العام والخلف الخاص، لازم يكون في علاقة قانونية ما بين الخلف والسلف عشان يطلب او يحق له ضم مدة حيازة السلف لمدة حيازته عشان يكمل مدة السنة اللي بيشترطها القانون لحماية الحيازة. طيب، يبقى كده دخلنا في الشرط الرابع للحيازة، وهو احد الشروط الهامة فيها، ان يكون حصل تعرض فعلا من الغير للمدعي في حيازته. ومفهوم التعرض هنا مش مجرد كلام او تعرض شفوي او انا هعمل واسوي فيك، ده انا الصبح هاخد البيت منك، ده انا مش هعمل ايه، كل الحاجات دي ما تنفعش قانونا، انما لابد ان يكون هناك تعرض مادي فعلي للحيازة. يعني زي ما انا وضع يدي على العين وبحوزها ماديا وبسيطر عليها سيطرة كاملة، يحصل تعرض لها من المدعى عليه او من المتعرض، تعرض مادي يريد به سلب الحيازة مني او وضع يده على العين محل الحيازة. عشان كده بنقول لازم يكون في عمل مادي او اجراء قانوني من شأنه عرقلة انتفاع الحائز الاصيل في حيازته، بشرط ان يكون العمل
اللي بيعرقل الحيازة ده او حيازة المدعي بيتضمن انكار حيازة المدعي. يعني انا رايح اوضع يدي على عين شخص مسيطر عليها ووضع يده عليها، رايح اوضع يدي عليها وانا عارف انه وضع يده عليه، وبقول لا هو ملوش حق هنا، ده انا اللي هوضع يدي، يعني انا بنكر حيازته على العين. ده التعرض المشروط قانونا ان يكون عندي النية في انكار حيازته هو، حيازة المدعي فيها او الحيازة الاصلي. وده بيكون يا اما بالتعرض المادي يا بالتعرض القانوني. ازاي؟ التعرض المادي وبيقع باي فعل مادي يتوافر به الاعتداء على العين فيحرم الحائز من الانتفاع بها كليا او جزئيا. اي فعل مادي زي ما قلت كده، رايح او ضيض على العين عشان احرمه هو من الانتفاع بيها، من الحائز الاصلي من الانتفاع بيها، او حطيت ايدي على جزء من العين عشان احرمه من الانتفاع بيه سواء كليا او جزئيا، انا بقصد ان انا احرمه من الانتفاع بالعين اللي بيحوزها. يبقى ده التعرض المادي. زي طريقه سلب الحياز زي ايه بقى؟ ادي امثله، هي مش كل حاجه، هي امثله بس، عناوين. حاره الارض زي ما بيحصل في المحافظات الفلاحيه، ويروح الفلاح المتعرض يروح بالليل وصاحب الحيازه نايم، طبعا الارض مفتوحه ما هوش هيقفل عليها بقفل ولا هيعمل لها جدران، يقوم واخد جرار ويروح يحرث الارض، او يروح بالليل يروي الارض، او ان كان فيها زرع يتلف الزرع عشان يوضع يده، او يروح يبني عشه، او يروح يبني حاضره مواشي فيها بالليل والناس نايمه عشان يثبت انه موجود في الارض، او اذا كان في البيت او بيقطع شجر او بيعمل مسقه، او اذا كان في البيت بيفتح شبابيك او منافذ او بلكونات او اي شيء. كل الحاجات دي امثله للتعرض المادي، وبيتفنن فيها من يريد التعرض. يعني دي امثله، لان ايه؟ لو قعدنا الحلقه كلها نقول على الامثله مش هنكفي. ليه؟ اللي في دماغه التعرض او في نيته التعرض هيتفنن في الإجراء المادي لإحداث التعرض عشان يثبت وجوده في حيازة العين محل التعرض. ولكن بكرر اللي ذكرته دي أمثلة وليست نصوص قانون، دي أمثلة على أشكال التعرض اللي ممكن تحصل سواء في الأرض الفضاء أو أرض زراعية أو في عقار مادي. التعرض القانوني بقى الصورة الثانية من التعرض، ان يدعي المدعي عليه اللي هو المتعرض انه يدعي ان له حق يعارض به حيازة المدعي. زي ايه؟ واحد بينذر الحائز على يد محضر، الحائز ده مستأجر، انا مستأجر من المالك وبحوز العين بصفتي مستأجر، فلقى انذار جاي له من واحد اللي هو المتعرض بقى، بعت له انذار بيقول له عليك دفع الايجار ليا، تدفع القيمة الإيجارية ليا، يعني ما تدفعهاش للحائز الأصلي، تدفع القيمة. ده التعرض القانوني، إن بينذره على يد محضر يكلف المستأجر بسداد القيمة الإيجارية له اللي هو المتعرض بدلا من الحائز الأصيل. ده صور من صور التعرض القانوني. كمان صور من صور التعرض القانوني، دي أمثلة، النماذج كتير، واللي عايز يتعرض بيألف نماذج غير الأمثلة اللي إحنا بنقولها اللي في نيته التعرض فعلا. كمان المثل التاني في التعرض القانوني، في جار ملاصق لجار تاني، فلقى ان جاره بيشرع في انه هو عايز يهد بيته بالطوب الني او بالطوب اللبن، وعايز يهد بيته عشان يبني عماره زيه ويبقى حلو زيه، لقى ان بعت له انذار على يد محضر بيقول له ما تهدش لان الجدار اللي بيني وبينك مشترك. ده صورة من صور التعرض القانوني، الجدار اللي بيني وبينك مشترك ما تهدوش، يعني بيدعي ان له حق في الجدار ما تهدوش. الصور كتيرة والنماذج كتيرة ومتعددة حسب الأحوال وحسب نية المتعرض وتلونه بالتعرض اللي هو عايز يعمله. وطالما أنا نيتي إن أنا أتعرض ونيتي إن أنا أعمل أي حاجة، هألف الإجراء أو الشكل اللي أنا أتعرض بيه، سواء كان تعرض مادي
او لجأت لمحامي يعمل التعرض القانوني بصور أمثلة الصور اللي أنا ذكرت عليها. دول أربع شروط من شروط الحيازة. فضلت شرط واحد في شروط منع التعرض. منع التعرض في الحيازة، احنا ذكرنا أربع شروط في منع التعرض للحيازة، فضل شرط واحد، الشرط الخامس والأخير لدعوى منع التعرض، وهو أن ترفع الدعوة. شفت أنا مش أنا اللي بقول بقى، ده القانون اللي بيقول، أنا مش بزيد وأكرر من عندي، دي شروط القانون اللي وصفها وهو اللي بيقول أن ترفع الدعوة في ميعاد السنة تبدأ من وقت علمه، اللي هو الحائز الأصيل اللي بيطلب منع التعرض، من وقت علمه بحدوث أو بوقوع التعرض له في الحيازة، ليس من وقت حصول التعرض، من وقت علمه. ليه؟ ممكن المتعرض يكون متعرض من سنة وأنا ما عرفتش إلا بعد السنة، يعني معنى كده سقطت حيازتي؟ لا، بتتحسب من تاريخ علمي بالتعرض، لأن ممكن تعد عليا سنة وكسب الحيازة لا، تحسب من تاريخ علمي بالتعرض. هو شرط أساسي مشترك بين كل دعاوى الحيازة كما ذكرنا سلفا. ليه؟ لأن كما شرحت في بداية الحيازة وحمايتها في الحلقات الماضية، إن الحيازة تدور في فلك السنة، سنة كسب، سنة فقد، سنة رد أو منع التعرض أو وقف الأعمال. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها، حكمت المحكمة للمدعي الحائز للعقار حتى ولو لم يكن مالكا له ببقائه في حيازته ومنع التعرض له فيها، حيث أنه كما ذكرنا قد يكون مالك وغير حائز، أو حائز ولا يملك حسب الأحوال. ولكن الصورة الطبيعية للحيازة اللي بيحميها المالك أن يكون مالك وحائز في ذات الوقت. كذلك نذكر أنه كما ذكرنا سلفا أن القاضي في هذه الدعوة لا يبحث أصل الحق أو الملكية، إنما يقتصر على التحقق من عناصر التعرض ومنع التعرض وتوافر عناصر الحيازة من كسبها بالنسبة للمدعي ومدة رفع الدعوة والتعرض الواقع من المدعي عليه المتعرض في الحيازة. يعني القاضي بيبحث توافر الحيازة وشروطه وتوافر وضع اليد على العين وشروطه والتعرض ومدته والمدة اللي اترفعت فيها الدعوة، هل في المواعيد القانونية ولا انقضت، سقط حقه ولا لا. زي ما شرحت، القاضي الموضوعي في دعوى الحيازة ولايته تتسع. ليه بقى؟ غير الدعوى المستعجلة بتاع الاسترداد، القاضي الموضوعي بيحقق ويفحص ويدور على إزالة الأفعال اللي تم فيها التعرض، عشان إيه؟ في النهاية ينتهي إلى رد الشيء لأصله وإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه باعتبار ذلك، من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث التعرض، يعني بيرجع الشيء إلى أصله. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة أن دعاوى الحيازة لا تمنع الصادر ضد الحكم من رفع دعوى الملكية والمطالبة فيها بحقها الذي يدعيه، إذ لا أثر في دعاوى الحيازة أو حكمها في دعوى الملكية، ما لهمش أثر على دعوى الملكية، دي في طريق ودي في طريق. زي ما قلت قبل كده، دعاوى الحيازة بتحمي الحيازة والملكية لا علاقة به، ولذلك بنقول إيه؟ لا يجوز الجمع بينهم في دعوى واحدة للحيازة والملكية. والمادة 964 من القانون المدني قد صورت الصورة العادية للحيازة الطبيعية بإن إيه؟ إن صاحب الحق يعتبر الحائز، صاحب الحق يعتبر صاحبه صاحب الحق
حتى يقوم ضيل على العكس، يعني كأنه هو المالك الحائز الوضع يده ومسيطر على الحيازة بصفتها مدة سنة كاملة، الهدوء والاستمرار، والاستمرار يعتبر هو الملك بتاعه في نظر الدنيا بحالها، حتى يثبت العكس، حتى يقوم الدليل على العكس. زي واحد مثلا قاعد في بيته وهو اللي بيحوز ومسيطر عليه وبيحصل له التعرض، فبيطلب الحماية بكل صفات الحيازة، وهو ده المفروض يعني صورة أو واقعية للحيازة، إن أبقى مالك الشيء وحايزه في نفس الوقت. ولكن طبعا لاختلاف الأوضاع والتعاملات في المجتمع، الإيجار والارتفاق وكل هذه الظروف، كل هذه الظروف خلفت دعوى الحيازة عن دعوى الملكية. ولذلك القانون قال إيه؟ الملكية ملاش علاقة بالحيازة، ولا يجوز جمعهم في دعوى واحدة، لأن الملكية يبحث فيها القاضي أصل الحق وانتقاله ومشروعيته بالنسبة للمدعي فيها. الحيازة يبحث فيها الحيازة فقط، والسيطرة على العين محل الحيازة وشروطها ومدى توفرها كما شرحنا سلف. أريد أن أنوه إلى جزئية بسيطة، وهي أن القضايا المستعجل لا يختص بنظر دعوى منع التعرض، لأن لسه زي ما أنا بقول حسب نص المادة 964 من القانون المدني، إن المحكمة في دعوى منع التعرض بتجري تحقيق في الدعوى، حيث يتم تحديد ذلك وسماع شهود وإجراءات تؤكد حق المدعي في طلب منع التعرض. ان الاصل من كان حائز العين اعتبر مالكا له، ده نص المادة زي ما قلت. طيب ايه الصحيفة شكلها ايه بقى؟ صحيفة دعوة منع التعرض، احنا شرحنا الدعوة وتفاصيلها وشروطها الخامسة، يبقى هننتقل للصحيفة زي ما عملنا في دعوة الاسترداد، وهنعمل ان شاء الله في دعوة وفي الاعمال الصحيفة. طبعا الصحيفة الديباجة معروفة، المدعي اللي هو الحائز الاصلي اللي تم التعرض على حيازته، المدعي عليه، المتعدي او المتعرض للمدعي في الحيازه. الموضوع، موضوع الدعوه واعلنته بالاتي: لابد ان انا اشرح كل ملابسات وظروف الدعوه حول واقعه التعرض، والبدء بشرح تفاصيل حيازه المدعي والتاكيد على توافر شروطها اللي ذكرناها سابقا، وتوضيح التعرض وتاريخ حدوثه اللي هو المفروض تاريخ علم المدعي به. المفروض التاريخ الحدوث ده هيبقى تاريخ علم المدعي به، ان انا يبقى تاريخ علمه بالتعرض هو ده اللي التاريخ اللي هيتحاسب عليه على مدة السنة اللي رفع فيها الدعوة، وشكل التعرض، واثبات موقفه القانوني، موقف المدعي القانوني من الحيازة، أو حاز العين إزاي، أو صفته لصفة قانونية عليها، ولا نيته فيها إيه. كل التفاصيل دي لازم يشملها موضوع صحيفة دعوة منع التعرض. ومن الموضوع نخلص إلى وبناء عليه التكليف اللي دايما وفي كل، من أول ما بدأت أتكلم في صحيفة الدعوة لو رجعتوا الحلقات السابقة، بأكد على الطلبات الختامية اللي هيصدر عليها القاضي حكمه. لابد أن نحدد الطلبات الختامية، وبذكر فيها بعد دباجة المحكمة ليسمع اللي هو المدعى عليه الحكم اللي هو الشخص المتعرض بعدم تعرضه للطالب في انتفاعه بالعقار المبين، والموضح حدود ومعالم بصحيفة الدعوة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. دي الطلبات الختامية في صحيفة الدعوة منع التعرض. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، بين دعاوى الحيازة ودعاوى حماية الحيازة لاسترداد منع التعرض وفي الأعمال خيط رفيع لا بد من فهمه جيدا، لأن مفهوم الحيازة خطير ودقيق. وهنا عشان كده أنا كنت بعيد وأكد على إحداث الملكة والفكر القانوني في حلقة الملكة والفكر القانوني، راجعوها من فضلكم عشان تأكدوا المعلومات اللي بقولها. نعيد لنؤكد،
ان الخلط من دعاوى الحيازة يؤدي الى نتيجة عكسية لصالح خصمك فيها، واللي هو ايه؟ انك تخسر دعوات للخلط من دعاوى الحيازة وترفع الدعوة بمنع التعرض على انها وقف اعمال على او على انها استرداد. يعني مش مؤسس دعواك صح، مفروض ان الدعوة تؤسس صحيفتها بناء على الواقع اللي قدامي، وسيبنا بقى من الدعوة المطبوعة زي استمارات البطاقة دي اللي انا قلت عليها، لان دي بتخسر الموكل بتاعك حقوقه، وغالبا ما بتؤدي الى خسران دعواك لانك فيها عناصر مطبوعة لا تتوافق مع الموضوع اللي انت بترفع عليه الدعوة، فما تنفعش خالص الدعوة المطبوعة دي، وانا بنكرها تماما. وما يصحش ان محامي بيبني عنده فكرة او ملكة قانونية او عايز يبقى محامي شاطر ان يملى عليه واحد صاحب مطبعة مهما كانت درجة تعليمه، وان كان رجل قانون او غير قانون، ان يملى عليه شروط مطبوعة قد لا تتوافق مع عناصر الدعوة اللي انت هتقيمها وتخسر دعواك بسبب. اكتب الدعوة كأنك بتألف سيناريو قصة حسب الموضوع الحقيقي للحيازة والتعرض نوعه ايه اللي حصل للحيازة ووصفه، وانتهي الى طلبات ختامية تؤدي نتيجتها ان شاء الله ايجابية لصالح موكلك. موضوع الحيازة موضوع خطير زي ما قلت قبل كده، محتاج فهمه تدقيق في العناصر والشروط لكل دعوة على حدة وعدم الخلط بينهم. كذلك انا في كل حلقة في حديثي عن الاول حديث عن الحيازة وحماية الحيازة ودعوة الاسترداد ومنع التعرض ووقف الاعمال ان شاء الله، بنتكلم على فلك السنة اللي بتدور في الحيازة، اكتساب وفقد والسرداد.